راجل بيصحى من غيبوبة وهو حاسس بصداع رهيب، بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه محبوس في أوضة لوحده. الأوضة كانت حوالي 40 متر، بابها مقفول وفيها كابينة مقفولة، وجنب منه كان فيه فار ميت. الراجل كان بيحاول بأقصى قوته إنه يفتح الباب بس من غير فايدة، فضل يصرخ ويخبط على الباب بس محدش كان بيرد عليه. في الأول الراجل افتكر إن في حد بيعمل فيه مقلب، وفجأة بيكتشف إن مفيش شبكة موبايل في المكان، يعني ما بقاش ليه أي اتصال بالعالم الخارجي. الراجل بيفقد صبره وبيبتدي يخبط في الحيطان ويصرخ من كتر غضبه. بيعدي يوم والراجل بيحس بالتعب لأنه ما كلش ولا شرب مية طول اليوم، ولأنه عطشان جدا وبيضطر يشرب فضلاته. الراجل هيتجنن من القعدة لوحده، وكان بيخبط في كل حاجة حواليه. وهو بيخبط في اللمبة لاحظ إن جواها مفتاح، ففضل يضرب فيها لحد ما كسرها وخد المفتاح اللي جواها. المفتاح طلع بتاع الكابينة، ولما فتحها لقى جواها حاويتين أكسجين ومطرقة وأزميل وأدوات لحام. أخذ العدة من الخزنة وحاول يكسر بيها الباب الحديد، بس ما كانش ليها أي فايدة. بعد كده بيقرر يحرق الباب بأدوات اللحام. النار بتاعت مسدس اللحام ابتدت تمثل له أمل حياته. بيحاول يستخدم مسدس اللحام عشان يشغل إنذار الحريق، أملاً في إن تطلع له أي مية يشربها، بس الإنذار ما اشتغلش. فوجه مسدس اللحام ناحية الباب الحديد بيحاول يدوبه، وبسبب العطش والجوع الراجل بيحس بالإحباط، فبيبتدي يكسر الكابينة ويضرب في أي حاجة حواليه عشان ينفذ غضبه. وفجأة بيلاحظ فتحة في الحيطة اللي ورا الكابينة، بيمسك المطرقة والأزميل وبيحاول يعمل فتحة في الحيطة عشان يهرب منها. ولأن الأكسجين كان بيقل تدريجيا في الأوضة، الراجل ابتدى ياخد الأكسجين من حاويات الأكسجين، بس التركيز العالي للأكسجين بيخليه يدوخ. بيقفل محبس الأكسجين بعد ما بيحس إنه بقى أحسن، كان لازم ياكل عشان يقدر يعيش. بص للفار الميت ولقى حوالين منه شوية حشرات، على الرغم انه كان قرفان جدا بس جمع الحشرات وبلعها، وفضل مكمل لمحاولاته لحفر حفرة في الحيطة. الحفرة كانت بتكبر وبتبقى أعمق، ومن خلالها شاف الحديد بتاع الخرسانة، واستخدم معدات اللحام عشان يدوب الحديد. وبعدها بشوية والحسن الحظ بيشوف شعاع نور داخل الأوضة وبيبتدي يحس بالأمل. الحفرة وسعت أكتر وبقى قادر يعدي من خلالها، بس بعد ما عدى لقى نفسه في أوضة شبه الأوضة اللي كان فيها بالظبط. الراجل انهار من الصدمة بعد كل ما مجهوده راح بلا جدوى. فضل يضرب الباب الحديد بغضب. بعدها ابتدى يكتشف الأوضة التانية ولقى فيها تابوت أحمر. فتح التابوت وتفاجئ لما لقى جواه ست ممددة، وكان باين عليها أنها مش ميتة. الراجل بيصحيها، الست أول ما قامت صرخت في خوف، حاول يتكلم معاها بس معرفش لأنها كانت بتتكلم لغة مختلفة عنه. الست خافت منه فجريت ناحية أوضة الراجل الأولانية. الراجل كان تعبان جدا ومش قادر يشرح لها حاجة، فبيقرر ينام في التابوت بتاعها. بس بعدها بشوية الست بتصحيه من النوم وبتشجعه يكمل حفر النفق، بس هو كان فقد قوته من كتر الجوع والعطش، ده غير انه ايده وجعته بعد ايام من الحفر وكان محتاج يستريح شوية. وبعد ما الست يأست انه يقوم، مسكت العدة وابتدت تحفر بنفسها، بس الموضوع ما كانش بالبساطة اللي هي متصورها. الست كانت عايزة تعمل حمام، فبتروح للأوضة التانية، وقبل ما تبدأ الراجل بيوقفها، وباستخدام الإشارات الست ابتدت تفهم الراجل. الراجل بيبتدي يشرح لها ان بقاله 3 ايام ما شربش، اداها جزمته عشان تعمل فيها وابتدى يشرب من جزمته، وهي كمان شربت شوية من الجزمة، وبينصحها انها تاكل من الحشرات اللي حوالين الفار، وده عشان تحافظ على حياتها، بس هي بترفض. الراجل كمل حفر، وبعد وقت طويل قوي لقى نفسه يدوب عمل حفرة صغيرة. الست حست بالإحباط وابتدت تعيط. الراجل بيحاول يخفف عنها وبيغني لها أغنية. الست بتمسح دموعها وبتبتدي تغني معاه. الراجل بيخبط صباعه وهو شغال بالغلط. الست بتخلع الغطا اللي على راسها وبتبتدي تعالج جرح صباعه بيه. مع الوقت بتتكون بينهم صداقة في الظروف الصعبة دي. لما ركزوا في مساعدة بعض في الشغل، فجأة الباب ابتدى يتفتح. بيتحركوا ناحيته بسرعة، بس بيتقفل أول ما بيوصلوا له وبيرجع لوضعه الأول تاني. بعد محاولات كتير بيكتشفوا إن الباب بيتفتح أول ما بيدوا ظهرهم ليه. بيفضلوا مديين ظهرهم للباب وهما بيقربوا، وأخيرا الباب بيفتح بدرجة كافية لأن هما يخرجوا. وأول ما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم في أوضة تالتة شبه الأوضتين اللي قبلها، وفيها ضريح وحجر مقبرة ونفس الباب الحديد. بعد ما دوروا في الأوضة بيجربوا نفس الطريقة عشان الباب يتفتح، بس الباب فضل مقفول مهما ادوا ظهرهم. ما كانوش قادرين يعملوا حاجة أكتر من إنهم يحفروا في المقبرة بحيث يعملوا نفق فيها. في اللحظة دي كان الراجل جاله جفاف وما بقاش قادر يكمل. الست لاحظت ان درجة حرارته ارتفعت بسبب الجفاف، وفجأة الراجل بيبتدي يفهم عقلية اللي حبسهم هنا. واضح انه عايز يشوفهم وهم بيقتلوا بعض، وده معناه ان مفيش حد فيهم هينجو الا لما حد فيهم يموت، وعشان كده في قبر في الأوضة. وعشان ينهي العذاب ده الراجل بيبتدي يفكر في قتل الست، بس ما كانش قادر يتجاهل ضميره كإنسان، فبيشيل من دماغه فكرة انه يقتلها وبيرمي نفسه في القبر. الراجل حس بالإحباط وبطل يعمل اي مجهود عشان يهرب من الأوضة. الست بتضرب الراجل عشان يفضل فايق، بس الراجل كان فقد كل قوته وفقد الوعي،
الست حاولت بكل قوتها انها تطلعه بره المقبره وتحطه في مكان يستريح فيه وهو نايم. بتبتدي تفقد اعصابها هي كمان وبتروح عند الباب وبتبتدي تصرخ باعلى صوت على امل ان حد يرد عليها من بره. ابتدت تعيط وتشرب الراجل دموعها عشان يفضل عايش. وبعدها بفتره بيناموا هما الاتنين جنب بعض. لما الراجل بيصحى بيلاقي ان الست نايمه جنبه. بيقوم الراجل وبيروح الاوضه التانيه وبيخلع حته قماشه من التابوت وبيغطيها بيها. الراجل بيدوخ تاني وهو دايخ بيسمع صوت الباب بيتفتح تاني. بيصحي الست بسرعه وبيجربوا نفس الطريقه تاني وبيدوا ظهرهم للباب عشان الباب يفتح اكتر. بعدها بفتره الراجل ضعف لدرجه انه ما بقاش عارف يمشي لوحده. الست بتسنده لحد ما بيوصلوا للباب اللي بيفتح على الاخر وبيخرجوا بره الاوضه، بس المره دي على منظر مختلف، عالم جميل من الضوء والشجر وشلالات الميه والطيور حواليهم.